مساءنا واهلا ومرحبا بكم في يوميه جديده من يوميات المعرض الدولي للفلاحه بمكناس. اليوم كنتواجدوا برواق اللي كيعرف عدد كبير وهائل من الزوار، اللي هو رواق تربيه المواشي والاغنام والابقار ومختلف السلالات. اجيو نشوفوا الجديد اللي عرفوا هذا الرواق هذا، خليكم معنا. شنو جيتي تشوفي اليوم؟ نشوفوا هذا المعرض وهذا الخير اللي فيه وهذه البركه اللي فيه. الله يسخر، الله يكمل مواليهم، الله يسخر ليهم والله يسهل عليهم العقبه ان شاء الله العام الجاي. شنو هي الحاجه اللي عجبتك اكثر؟ واش انت بعدا انت فلاحه كثر؟ لا ماشي فلاحه، ماشي كسابه، هاي جيت نتسارى ونشوف وصافي هذا الشيء اللي كاين. شنو الحاجه اللي عجبتك اكثر؟ عجبتني كل شيء، عجبني كل شيء، زوين كل شيء زوين. المغرب ديالنا كله زوين تبارك الله. تبارك الله عليك سيدنا. الله يبارك والله لك. الحاسة. لا باش بنيتي ربي يخليك. شنو جيتي تشوفي؟ ايوا جيت نشوف بنيتي هذا الخير، هذا عمر ما شفت انا بحال هذا الخير. انت دابا اول مره جيتي؟ اول مره صباح. شنو عجبك؟ ايوا البكره بنيتي تا ربي الخير، الله يسخر لماليهم ويسترهم. نزوروا ونشوفوا الالات ونشوفوا الحيوان ونشوفوا البهايم كي دايرين ونشوفوا الحواله السرديين ونشوف العطرس تا هما، نشوفوا المليح والقبيح. المعرض تبارك الله كاين شط. انت كساب؟ انا كساب. في اين منطقه؟ انا كساب وفي الجمعيه في تجمع مر بالاغنام والمعز. جيتي تشوف هنا؟ جينا نشوف غير الثور هذا. كي جاك الثور؟ وزين تبارك الله. تبارك الله، الله يجزاك بخير. وانت كساب فلاح؟ كساب. كتفهم في هذا الشيء؟ يا لا لا. شنو بالك الثور شنو يقدروا يكونوا موكلين وحصل على الجائزه؟ انت ما تقدرش انت دير في حاله انت باش تفوز بجائزه؟ يا لا لا مستعد. انت تربي يا نربي؟ يا كنربي في التيران. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وانت؟ سلام. السلام. ملي كيبان لنا غير السلاليه ديال المغرب ديال الدار البيضاء، يعني حنا راه تابعين غير الجهه ديال مراكش اسفي، راه ممكن نديروا ان شاء الله حنا نكسبوا بحال هذا الشكل هذا. انتم تقدروا ديروا هذا الشيء ديال التيران؟ اه هي حنا راه غير السلاليه ديال المغرب، راه ماشي ديال هولندا ولا ديال شي دوله اخرى، راه ممكن حتى حنا ان شاء الله. كاين الخير في البلاد. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. تقدروا ديروا التيران، تقدروا نديروا كل شيء. لا اتجاه فاش مشى المغرب بالنسبه للمخطط المغرب الاخضر ان شاء الله الدوله راه غادي تبارك الله عليك. والسلام عليكم. السلام ورحمه الله. فيان هاني. كل شيء. جيتي تشوف؟ جينا نشوف المعرض. ايوا. باش حتى حنا نديروا بحال هذا المنتوج نجيبوا ان شاء الله. شنو جيتي تشوف هنايا؟ كل شيء، الغنم، المعاز. تنجيو كل عام نشوفوا نزوروا نشوف حالنا. وكي جاتك هذه الخيرات هذه؟ تبارك الله، الله يكمل بالخير على خوتنا. الفلاح الله يعطيهم الصحة، دايرين هذا الشيء زويون. كسيبة. كتجي المعرض كل عام؟ كل عام عمري. شنو هو الفرق ما بين العام اللي فات وهذا العام؟ عام كتلقاه أحسن من عام. أنا دابا كنجي له يلاه واحد العام اللي ما جيتش. ما دابا راه 13 12 عام هذه وأنا كنجي. أنت يا مواكبة. مسايرة مسايرة المعرض. المسائل اللي كنديرو كنديرو داكشي المسائل ديال العنب ديال الدالية. جينا وجبرنا يعني الحاجات اللي خصنا كاملين هنايا، وكاين كاين لو شوا، ماشي هي ملي كتمشي عند شي بلاصه كتقيد بشي شركه ولا كتقيد انك تدي واحد البرودوي معين، هنايا كاين يعني اللي بغيتي. كنتمناو من المسؤولين ديال المنطقه ديالنا ديال اقليم خنيفره باش حنا يوصلنا لهاد السلالات هذه، ما عندناش هذا الشيء، ما كاينش عندنا حنا في المنطقه. كنتمناو من المسؤولين يقربوا لنا حتى حنا باش نجتهدوا حتى حنا نوصلوا لهذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلشي موجود. اللهم لك الحمد لله. جيتي تشوف؟ اش جيتي تشوف؟ نعم. جيتي تشوف؟ لا نشوف الخيرات مولانا الكريم. انت من اين منطقة؟ من وزان. وزان. الناس العزاز. الناس النمر واحد، الناس عزاز. النمر واحد. داخلين عندنا في القلب ديالنا داخلين. قول لي شنو هي الحاجة اللي عجبتك أكثر هنا في المعرض؟ كل شيء عجبني. شنو عجبك بالضبط؟ عجبني الحيوان كامل. كل شيء. يعني انت كاين الحيوانات غديرهم؟ غتربي الحيوانات كاملين؟ عندنا ولكن ما عندناش هذا الخرج هذا. ما عندكمش هذا الشيء ديال التيران؟ عندنا ديك البقر رقاق. شنو عجبك في المعرض؟ عجبني كل شيء. كل شيء؟ البهايم، البقر زوين والغنم زينه. انت كساب؟ فلاح. الى منطقه؟ سد الوحده. فين جاتك سد الوحده؟ من ناحيه وزان. مال الحاج سليمان بن الشيخ. بن الشيخ.
بن الشيخ. الشيخ الشيخ الجروب. أصناف مختلفة مشاهدينا اكتشفناها اليوم ديال أنواع الأبقار والأغنام والسلالات برواق تربية المواشي. موعدنا غتجدد بكم في يومية أخرى غدا إن شاء الله. نخليكم مع الصور، إلى اللقاء.